اهلا بكم حلقه جديده من هاني موريان في بلاد الامريكان، وحلقه على السريع كده مش هتكلم فيها كتير، هتكلم بس هاخد ودي مع حضراتكم بالنسبه للانتخابات. طبعا عملنا كم حلقه كده، او معنى صح موريان عمل كم حلقه، وعملنا البودكاست الاخير انا وموريان. في بس شويه حاجات كده عايز لايك تاتش بيس مع حضراتكم. يعني احنا طبعا احنا ميولنا معروف وقايلينه وما مش بنخبيينه، طبعا احنا جمهوريين اكتر ما احنا ديمقراطيين، يعني بنشجع او بن سبورت ترامب في الانتخابات الرئاسيه دي لعده اسباب، يعني مش لسبب واحد، في حاجات كتيره. يعني من خلال الفتره اللي فاتت او من خلال السنين اللي فاتت، يعني من 2016 لو كان حد قال لي ان انا هنتخب ترامب كنت هقول له انت مجنون يعني. بس انا فعلا انتخبت ترامب في 2016 وانتخبت ترامب في 2020، لاني اللي ترشح قدام ترامب في 2016 كانت هيلاري كلينتون، وكان معروف اللي اتعمل. يعني كنت بفكر سياسة خارجية أكتر ما كنت بفكر سياسة داخلية. فكان معروف اللي عملته هي لما كانت وزير خارجية أثناء ثورة 2011 في مصر والإخوان وكده، فما كانش عجباني سياستها. طبعا انا لو اتكلمت، عشان انا بس انا في تعليقات كتير، واحنا طبعا القناه موجهه للناس بتتكلم عربي، واغلب في ناس كتير طبعا من بره اللي مش عايشين في البلد هنا، فهم بيهمهم اكتر السياسه الخارجيه. فهتكلم عن ناحيتين، سياسه خارجيه وسياسه داخليه. انا معاكم ان ترامب كان في فتره من الفترات مش كويس بالنسبه للسياسه الخارجيه، اللي هي طبعا نحط ما بين قوسين اللي بيحصل او الصراع في الشرق الاوسط. طبعا كلنا عارفين ان الجمهوريين والديمقراطيين عملتان وجهين لعمله واحده، يعني هما الاثنين سياستهم نفس السياسه هتبقى بالنسبه للسياسه الخارجيه، مع اعترافي انا او معنى مع يعني اللي انا اؤمن ان هو ترامب الصراحه في الفتره اللي هو قعد فيها كان بيحاول بقدر امكانه، رغم ان هو حول عاصمة يعني العاصمة للقدس وكده، لكن هو كان متحكم، أو معنى أصح كان عارف يعرف متحكم في موضوع إن زي الصراع ما يتحورش أو ما يوصلش للحد الأقصى للي حصل عليه، اللي حاصل دلوقتي في الشرق الأوسط. لو بصينا على السياسة الخارجية بالنسبة للديمقراطيين، لا ولعها وشعللها، يعني ولعها وشعللها، وما فيش أي كنترول على فكرة من هنا بالنسبة للقادة في الشرق الأوسط. طبعا انا مش عايز اتكلم على اسماء دول معينه عشان ما اعرفش انا سياسه اليوتيوب هتعمل ايه في الموضوع ده، فعشان كده انا بكلم وانتوا تفهموا. يعني فالفتره اللي كان فيها ترامب من 2016 ل 2020 عرف وصل لشبه اتفاق كده مع كوريا الشماليه، او هدى المواضيع، وعارفين انه اتقابل مع زعيم كوريا الشماليه، وبعد كده راح لروسيا وراح حتى للسعوديه، وعمل زي اللي هو ايه، ان خلى الدول دي تحترم امريكا، وخلى العمليه شويه يعني فيها ستابيليتي شويه. لكن لما جم الديمقراطيين معروفين بيشعللوا الدنيا، يعني وخصوصا انتوا عارفين الربيع العربي واللي حصل في الموضوع ده، ومش عايزه يعني مش عايزه اكب يعني مش عايزه اوسع في المواضيع دي، بس انتوا شفتوا ده بالنسبه للسياسه الخارجيه. السياسه الخارجيه كله باصص ناحيه اللي هو بيعملوه، هم وجهين العمله واحده، مش هيعملوا اكتر من اللوبي اللي هنا مسيطر على الموضوع ده، فمش هيقدروا يعملوا اكتر من اللي هم المفروض يعملوه. يعني ف
دي جزء من اجزاء ان هو الناس الكومنتس اللي بتيجي على الموضوع ده. طبعا اغلبه طبعا مش سبورت ترامب, سبورت كاميلا, بس هم مش عارفين اللي فيها. يعني نيجي لموضوع الهجره والهجره والهجره والهجره, واغلب الكومنتات هجره, ترامب قافلها, ترامب مش قافلها. انا قلتها قبل كده, ترامب كان اكتر واحد كان بيعين ناس موظفين كتيره عشان يخلصوا كل المعاملات, المعاملات الهجره. يا جماعه في فرق ما بين ان انا اجيبك هجره هنا بالطرق القانونيه, واني افتح لك الحدود وتدخل بطريقه غير قانونيه. دلوقتي اي واحد بيدخل هنا في البلد دي بيكون ليه سوشيال سيكيورتي ولي يعني يعني بطاقه هويه زي ما بتقولوا في الدول العربيه, او بطاقه زي ما بنقول في مصر, لايسنس مثلا او ايدنتيفيكيشن كارد او اي حاجه من الحاجات دي. ف لما تيجي تخيل كده, لما انت تدخل من عن طريق مثلا المكسيك وتبقى مش معروف انت مين, انت مين, انت مين, انت انا. الفتره اللي فتره لما كان فتح الحدود والبشر اللي دخلت دي, كان في جرائم بتحصل في نيويورك وبتحصل في كاليفورنيا وبتحصل في مناطق كتيره, كلهم كان من الناس اللي دخلوا بطريقه غير شرعيه, ما لهمش ما فيش اي حاجه تثبت ضدهم حاجه. غير طبعا ان هي موضوع ان السرقه دلوقتي الديمقراطيين مش مكرمين اي حد يسرق في حدود ال 200 دولار او اكتر بحاجات بسيطه. لكن لما نيجي نتكلم في الامان والهجره, لما بتكلم عن الهجره الليجل يعني اللي هو مش الليجل او القانونيه, عشان ما حدش يقول ان انا بتكلم انجليزي ومش بتكلم انجليزي, هنلاقي لا ترامب مش مانع حاجه, مش مانع حاجه. قال لك الست دول كان مانعهم ومش مانعهم, لا دي كانت اتفاقيات سابقه على فكره من 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 قبل حتى ما هو يجي. عامة يعني الناس اللي بتقول ان هو هيقفل الهجرة, انا مش بدافع عنه, لا هو بيقنن موضوع الهجرة بمعنى انه يعرف يدخل ناس بطريقة قانونية ومش اي انسان يدخل وخلاص. دي بالنسبه للهجره والفيز. طبعا هي دي سياسه الدوله يا جماعه, امين, مش هتفرق من جمهوري الديمقراطي, وعلى حسب الاوفيسر اللي بتقابله في السفاره. فدي حاجه من ضمن الحاجات. خلينا نتكلم في جزئيه ان رئيس دكتاتوري ومش دكتاتوري ومش عارفين, يعني سواء دي او دي الاثنين مش الدولة دي فيها حاجات, يعني فيها مجالس تشريعية. القرار يعني مثلا تفتكروا لما بايدن حب يعمل هو $10,000 اوف ستودنت لونز, او اللي هو قروض الطلاب ده, حب يخصم لهم 10,000, ما نفعش, لان التشريعيين هنا المجلس النواب والسنت رفع قضية على الموضوع ده, والمحكمة الدستورية العليا لغت القرار. فهو مش هيعمل حاجة من تلقاء نفسه دون الرجوع للقنوات الشرعية. فلازم نحط دي في اعتبارنا. تالت حاجة واخر او رابع حاجة واخر حاجة وهقفل بيها الموضوع, اي ناخب نازل ينتخب في امريكا هنا بيبص, ما بيبصش على الثلاث حاجات اللي انا قلتهم قبل كده, السياسه الخارجيه والهجره وهكذا, بيبص على جزئيه الضمان الاجتماعي او الحياه الكريمه اللي هيعيشها هنا اللي في البلد. يعني فتره ايام ترامب لو تفتكروا, وانا قلتها كذا مرة وهقولها تاني برضو, خطاب الاتحادية اللي هو اتعمل في فبراير 2020 ساعة ما نانسي بلوسي قطعت الجواب بتاعت الخطاب بتاعه, كان وصل الانمبلويمنت او اللي هي البطالة لأدنى حد ليها في امريكا من ساعة ما انشأت امريكا,
نسبة تناسب طبعا يعني على حسب عدد السكان يعني. ووصل فرد دخل الفرد طبعا ما عنديش الأرقام، أنا بقول لك كده بقول لك من مذاكرتي يعني، وصل حد الفرد الدخل أعلى دخل للفرد في أمريكا في الفترة دي. طبعا ما كانش فيه الأسعار اللي احنا شفناها دلوقتي بسبب الكورونا. العكس بالعكس حصل مع الديمقراطيين، ولو إن يعني أديهم عذرهم لأن دي كان فترة ما بعد الكورونا. فترة ما بعد الكورونا كان فترة مش كويسة، كان فترة طبعا اللي هو الشيكات المعونة والحاجات دي كلها كان بيطبعوا فلوس على الفاضي يعني، فحصل الكساد وحصل حصل الانفليشن أو التضخم، والأسعار ارتفعت، يعني دخل الفرد نزل طبعا برضو نسبة وتناسب في فترة الديمقراطيين. بس اللي يعيب عليهم ان هم ما عملوش حاجة يصلحوا بيها ده، يعني ما فيش غير الفترة الأخيرة لما شفنا معدل البطالة بدأ يتراجع شوية، وده كله عشان الانتخابات يعني، خلي بالكم يعني. أنا بقولها لكم وهقولها لكم، إحنا بن بن بنحب ترامب أو بنحب حزب الجمهوري بمعنى أصح، لأنه حزب ملتزم دينيا. طبعا في جزء في ناس قالت على الموضوع الجان كنترول وحاجات زي كده، أو اللي هو موضوع المسدس، او انك انت تمتلك مسدس وكده، ان الجمهوريين هم سبورتد او هم مع القانون ده والديمقراطيين عكسه. بس دي عمليه برضو برجع واقول دي تجار السلاح هم المتحكمين في الوضع ده. وبعدين ما فيهاش حاجه لما تكون انت عندك، ما هو بتبقى بتمتلك ما دام معاك رخصه ليه، خلاص انت معاك رخصه. موضوع ان هم بيدخلوا على المدارس دي بتبقى عملية، الاولاد عندهم حالة من حالات اللي هم اللي هو يعني اغلب الناس اغلب الشباب اللي بيعمل الحاجات دي بيبقى عندهم حاجات نفسية وحاجات امراض سلوكية وحاجات مشاكل اسرية وحاجات زي كده. لكن برضو بتبدأ من البيت، انك انت لو انت معاك جن ممكن تحطه في سيفينج او في سيف او مخزنة، وما تخليش اولادك يمتلكوا حاجة. ودلوقتي المدارس يعني دلوقتي المدارس بدأوا يعملوا اللي هو حتى هنا في فيرجينيا، يعني ما اعرفش الولايات التانية، بس هنا برنس ويليام عندنا في الجيت بتاع الأسلحة اللي بيكشف على الأسلحة قبل ما تدخل على الفصل ده، حتى منعين حتى اساسا دلوقتي ان الاولاد في الثانويه العامه اللي هم ليهم حريه مطلقه الحريه انهم ياخدوا يمسكوا التليفونات، دلوقتي ممنوع التليفونات في اي حصه من الحصص. فكلها يعني هرجع برضو مرجوعنا على موضوع يعني برضو انا كنت عايز اقول لك حاجه تانية غير موضوع الجن، فبس الجن كنترول جت في 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 بالي فعشان ما انساهاش. احنا اهم حاجه او اللي احنا بسبورت الجمهوريين لانهم حزب ملتزم، واحنا معروف عننا كعرب احنا ملتزمين دينيا واخلاقيا. مش بقول ان امريكا هنا مش ملتزمه، لا، في ناس كتيره ملتزمين دينيا واخلاقيا. انا مش عايز يجي عليا فتره، انا الحمد لله معايا ابني في تانية ثانوي ومعايا بنوتي في اخر سنه في اعدادي داخل على ثانوي عام. اخر سنتين او سنتين ونص بالنسبه لالفين في التعليم الاساسي، وداخل بعد كده الجامعه، واللي هو ما يعتبرش في امريكا هنا تعليم اساسي او الزامي، لان انك انت من ابتدائي لغايه الثانويه العامه ده الزامي، بعد كده الجامعه ده اختياري. وبنوتي بقى لها 4 سنين ونص وتخلص التعليم الالزامي بتاعها، which is يعني فتره الرئاسه الجديده يعني. فانا مش هخاف عليهم موضوع المثلية الجنسية والتعليم المباشر ومش تعليم مباشر، من غير حتى انك انت تديني ابروف للموضوع ده. بس هخافها الجيل الجديد اللي بعد كده، لان هم اولادي خلاص فهموا يعني، الحمد لله هم كبار في السن وهم فاهمين وعارفين الفرق يعني.
والحمد لله برضو احنا مؤسسينهم سواء في الكنيسة، واحنا اغلب البيوت بتاعتنا هنا العرب عامة ملزمين يعني ملتزمين من اولادهم يكونوا يعني ملتزمين دينيا، مش كله بس بقول اغلبنا. فالجزء ده مش هخاف منه اكتر ما هخاف بكرة وبعده ايه اللي هيحصل. مش هخاف على الجيل التاني، احنا بالنسبة لنا احنا الجيل الاول لان احنا الجيل المهاجرين، بعد كده الجيل التاني اللي وراه على طول اللي هو المولود هنا بيبقى يسمي الجيل التاني من المهاجر. في بعض مننا جيل تالت يعني اللي هم الجد والجدة هم اللي جم هنا هجرة، والاباء طبعا بيبقوا مولودين هنا وابنائهم بالتالي بيبقوا مولودين هنا، فده الجيل التالت. فاحنا بنخاف على الجيل التالت يعني الجيل التالت انت ما تضمنش اولادك هل هم هيحطوا فيهم نفس الغرائز اللي انت بتحط اللي انت ثبتها فيهم ولا لا. للاسف للاسف المثليه الجنسيه البيج سبورت ليها الديمقراطيين، وانا مع كامل احترامي لكل الاشخاص واللي هيقول لي ده مرض ومش هيقول لي مرض ومش عارف ايه، لا دي حاجات احنا اخترعناها، ويمكن دي اكبر مشكله انا بتعب منها تعبان نفسيا منها صراحه بأمانة ربنا. يعني طبعا انا ما اقدرش اقول اي حاجه ولا اعمل اي حاجه لان ده يعني فريدم في كل حاجه يعني، بس برجع واقول انا مش عايزه فريدم بس مش عايزه اوصلها لبيتي. هتوصل عن طريق المدارس، هتوصل عن طريق الميديا. تعال بص دلوقتي الانيميشنز بتاعت اليومين دول لما يتحط لي ده ديزني بجلاله قدرها وبيكسار والحاجات دي اللي هو اللي هي تبع ديزني بيحطوا لك فيها كاركترات معينه علشان يوصلوا البتاع دي. لو انا ما جبتش الليدرز اللي هم هيقفوا للحاجات دي، هم اللي هجيبهم امتى؟ لو ما جبتهمش دلوقتي هجيبهم امتى؟ بس ده حاجة على السريع كده بس عشان شوية المسجز أو شوية التعليقات أنا بحاول بس أفهم حضراتكم إيه المغزى أو إيه الفكرة إن إحنا سبورت الريبوبليكان، وديت لكم يعني شرح وإن كان بسيط عن اللي في بالنا أو في تفكيرنا أو اللي إحنا بنؤمن بيه بالنسبة للسياسة الخارجية أو السياسة الداخلية بتاعت كل مرشح من المرشحين أو كل حزب معنا صح. اخر حاجه انا بقول ان بعتذر ان الصوت فعلا كان في رداءة في الصوت لان المايكات ما كانش متوصله كويس المره اللي فاتت، فاضطريت اعمل فلترز لان كان في زنه من الزنات في البودكاست، فكان اضطريت اعمل فلتر اسمه فويس اونلي فبيشيل كل النويز بس بيرد الصوت شويه. فانا بعتذر لكم عن الموضوع ده، فده كان غلط يعني ما كانش ينفع ان انا اصور الحلقه دي تاني. بالنسبه لمريان ومقاطعه مريان ده انا متعود عليها، وبعدين انا كنت الهوست يعني هوستر وهي كانت اللي هي المتكلمه، فهي تقطعني براحتها مش مشكله يا جماعه. بس انا يعني ممنون من الناس اللي قالت ان نسيب الراجل يتكلم. اخر حاجه لو في حاجه عند حضراتكم او اي تعليق او اي اخر حاجه، في حد كان بيتكلم على البرونسيشن او نطق الاسماء بالنسبه لمريان. مريان كده يا جماعه خدوها كده مريان، الكلمه لو حتى مش كلمه صح هتقولها وانتوا فهموها بقى، هي دايما بتقولها لكم كده انتوا فهموا اللي انا عايز اقوله، فمش مشكله يعني مش مشكله ما دام وصلت لك المبدا او وصل لك اللي هي عايزه تقوله. مش مشكله انها قالت مثلا اسماء غلط بتاعت المشاهير او إن اللي قال لها انت اكتبي الاسماء في ورقه وقوليهم صح وبعد كده اقري الكتاب مش عارف ايه. احترامي لسيادتك انا يعني هي بتقول اللي بتؤمن بيه وانا بقول اللي بؤمن بيه، مش هروح اقرا كتاب علشان افهم المغزى، لان ده الكتاب ده راي حد تاني حطه في كتاب. مش عايز اكتر في الكلام اكتر من كده. لو في عند حضراتكم اسئله او اي حاجه ان شاء الله حلقات الانتخابات تخلص على خير، وهنحاول نصور لكم يعني الاسئلة ما نروح ننتخب هنروح نصور لكم على السريع عشان اوريكم نظام الانتخاب ودخله الانتخاب وكده. الايرلي فوتنج يا جماعه وصل لغايه 7 مليون او اكتر كمان دلوقتي. جورجيا لوحدها 3 مليون ناخب راحوا يدلوا اصواتهم،
الجمهوريين الصراحه شادين حيلهم في الموضوع ده لانهم اتلسعوا من الشوربه فبينفخوا في الزبادي. السنه اللي فاتت كان اغلب الاصوات كان من الايرلي فوتنج او الميل فوتنج اللي هو عن طريق البريد. فهنشوف السنه اللي هيحصل ايه وربنا يولي الصالح. ده كل اللي اقدر اقوله. دمتم في صحه وسعاده وسلام وامان، ومن هنا اقول لكم سلام.